جمعية زهرة هي جمعية توعوية تهدف للكشف المبكر بسرطان الثدي. من أهدافها طبعا التوعية، وبالإضافة للبرامج اللي تقدمها للمريضات من بلوسم، زهرة أمل، سفيرات زهرة، لمسة زهرة، وبالإضافة للمشاريع التدريبية اللي تقام كل سنة هدفها تأهيل الكوادر الطبية اللي تساند مريضات سرطان الثدي. حملة هذه السنة هي دقائق تسوى سنين، ومعناها أنه دقائق بسيطة تقي من مرض السرطان، واكتشافه المبكر يساعد على شفاء بنسبة كبيرة من المرض. هذه الفعالية طبعا هدفها رفع الروح المعنوية لدى المريضات والمتعافيات، بالإضافة لتواجد الجمعية مع الجمهور، التفاعل مع الجمهور أكثر، نوصل للسيدات بطريقة ليست تقليدية من التوعية. طبعا حنا كنا ميديكال بوث، وقدمنا استشارات للمصابات الناجيات من سرطان الثدي وطرق التعايش مع الموضوع وأهمية التمارين بهذه النقطة. يعني قررنا نيجي اليوم عشان نثقف الناس بوجود طب اسمه طب الكايروبراكتيك، اللي هو تعديل يدوي للعمود الفقري والمفاصل. المركز عبارة عن علاج طبيعي وعلاج كايروبراكتيك اللي هو تقويم يدوي، وحبينا نشارك معهم اليوم بفحص مجاني، نفحص باطن القدم، دعسة القدم نفسها، ونشوف لو في انبطاح في القدم وتأثير هذا الشيء على الركب وعلى أسفل الظهر. هدفنا أنه طبعاً نعطيهم دعم بمشاركتنا وبحضورنا وبيعنا كمان للوح تكون جزء للجمعية. هذا أول حدث أو إيفنت إحنا نشارك فيه كتطبيق، وحبينا يكون أول حدث لنا حدث خيري، حدث نفيد الجمعية ونفيد جمعية زهرة، ونقدم الواجب اللي إحنا نقدر عليه.